واجه النائب في البرلمان اللبناني فؤاد مخزومي مساءلة للحكومة اللبنانية بسبب ما اسمه مخالفات صارخة ارتكبها مصرف لبنان بحق اللبنانيين. وقال في تغريدة عبر تويتر: تقدمنا بمساءلة لرئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان حول المخالفات الصارخة التي ارتكبها المصرف بحق اللبنانيين وعملتهم الوطنية واستقرارهم المالي والاقتصادي. هذا واجبنا كنواب منتخبين من أجل الحفاظ على مصالح لبنان واللبنانيين. النائب فؤاد مخزومي معي عبر زوم من بيروت. سعادة النائب، أهلا وسهلا بك. توجهون في رسالتكم اتهامات خطيرة للمصرف المركزي بخرق القانون في عملية اعتماده سعر صرف الليرة. هل لك أن تضيء على هذه النقطة؟ يا سيد زينة، نحن بلد منهوب، ونحن بلد عندنا طبقة سياسية فاسدة وصلت بمشروع بونزي سكيم من سنة 95. كل حلمنا كنا نحن كلبنانيين انه نعمل هالفورنسيك اوديت حتى نعرف فعليا مين سرقنا ومين هن الاشخاص، اولا لحتى نجرب نرجعهم، اثنين تنمنعهم من التعاطي بالحياة العامة، تنترك المجال تنبني لبنان المستقبل اللي بيكون خير لاولادنا واحفادنا. بعد كل هالكلام جبنا كرول، بالفجأة شفنا انه كرول عنده مكتب باسرائيل. بعد كرول اجت الفاريز. الفاريز بعد ما كان فكرة توقيع العقد وعلى فوق العقد يلي كان مع كرول ما كان يتضمن البند يلي زاده وزير المالية آخر 24 ساعة قبل التوقيع وبعد استقالة الحكومة يلي صارت بأربع آيات لعملية فرض أنه تمشيا مع السرية المصرفية. نحن بتعرفي بقانوننا واضح، ليس هناك سرية مصرفية على أموال الدولة، والبرهان على هالكلام نحن بالمجلس إلنا عم نطالب أنه يعطونا بالآخر الفزلك المالية وعملية تسكير الحسابات من 93 ما أخذناها، من 2003 البنك المركزي رافض يعلن جدول ميزانية الأرباح والخسائر. يعني اليوم هالطبقة المنظومة الفاسدة مش أنه ارتكبت بالآخر خطأ وضد القانون، هذه جريمة بحق اللبنانيين يلي وصلتنا اليوم أسوأ ما كنا عليه بأربع أيام لما صار التفجير وجريمة المرفأ. سعادة النائب، ما هي الخطوة التالية بالنسبة لكم انطلاقا من هنا، وأين الحكومة؟ والله يا ستي أنا كلامك بسأله دائما. نحن اليوم صحيح أنه حكومة استقالت، بس ضمن إطار المحافظة على المرافق العامة. هيدا الطريقة اللي عم تتعاطى فيها الحكومة ورئيس وزارتنا خطأ 100%. بعده لليوم هو الرئيس المسؤول، لما بيحرد وبيروح على بيته بيقول أنا مني مستعد أتدخل، هذه جريمة تانية. بس أنا ما بستغرب، لأنه بصراحة هالمعادلة المنظومة اللي نحن موجود اليوم عنا بلبنان منظومة واضحة تم اتفاق عليها بعد 2016، المنظومة الذهبية، الفساد مقابل الحكم، سلاح حزب الله وفساد حزب الله مقابل الحكم وفساد الطبقة الحاكمة. لكن اليوم كل هذه منظومة متكاملة رافضة أي إصلاح، واللي أسوأ من هيك قدروا يضحكوا على العالم كل هالسنين، توصلوا لمرحلة أنه في عنا حالة أنه المال منه موجود، المؤسسة الدولية منه موجود، التفجير والجريمة اللي صارت بالبور برهنت أنه الدولة مهرية من الجوة ومنها موجودة فيها، اللي أين هو القانون؟ لكن اليوم إذا ما صار في تغيير وليس هناك فرض من عقوبات من أمريكا ومن المجتمع الدولي ومن الخليج على عدم تمويل هذه الطبقة الحاكمة، رح نوصل لنضلنا محلنا وما في إمكانية للإصلاح مثل ما نحن شايفينها. سعادة النائب، عندما يسألك مودع كم يجب أن يشطب من ودائعه في دفاتره المالية، ماذا تقول له؟ بقول له اليوم المصريات بح راحوا، أوكي؟ اليوم لسوء الحظ أنا شخص مثل بتعرفي بشتغل خارج لبنان، أنا ما عندي مداخيل من لبنان، بحول كل شهر تأدفع مصاريفنا ومعاشات مكاتبنا وموظفينا. أنا لما بينقل لي ما قادر أسحب فلوسي وأنا لا إلي علاقة لا بلبنان ولا بغير لبنان، وين عم تسألي على اللبناني اللي اشتغل 20 و30 سنة بالخليج حدم قلبه ورجعه على لبنان وما قادر يحكم أولاده أو بالآخر يفوتهم على المدارس؟ هذا بتقولي لي وين الفلوس؟ لما اليوم نحن نسمح لجمعية المصارف اللي هي جمعية بالآخر علم وخبر تحط علينا شروط، شو هو السقف تبع السحوبات؟ لما نسمح لهيئة تمويل الصرافين الأموال، يعني الصرافين هم يقرروا شو بدنا نصرف وشو بدنا نعمل، هذا يعني أنه الدولة غير موجودة. بس اللي أسوأ من هيك السؤال للبنك المركزي، أنت بتعرفي نحن وجهنا سؤالين للبنك المركزي، سألتين، واحد
تحت إطار الدعم السلة الغذائية كنا سنصرف 700 مليون دولار شهريا من شهر 1 لشهر 6. شهر 7 8 9 تطلع هال 700 مليون يعني 2.1 مليار ل 7 مليار دولار. السؤال للحاكم البنك المركزي، كيف انت ما بتدفع مصاري للعالم وعندك 5 مليار دولار تمرقها لعالم بطلنا نعرف شو هن؟ اذا كان في اليوم في ناس بسمنه ناس بعسل خبرنا اياهم تنعرف شو فيهم. ثاني شيء، وين الكابيتال كنترول؟ اليوم لما الطبقه السياسيه ترفض الكابيتال كنترول، والنقطه الاخرانيه اللي احنا وجهنا المساءله، انت بتعرفي المفوض الحكومي له الحق بحسب قانون نقد التسليم 188 كل المعلومات 109 كل المعلومات تكون موجوده بتصرفه. وزيره العدل طلعت بالاخر عمليه تحليل بهالموضوع، عندنا حاكم البنك المركزي ما فارق معه ما رادد على حدا ومعتبر حاله انه هو بالاخر الزعيم الاوحد. وبدي زيد بعد نقطه لو سمحتي، اليوم يلي عم يعمله الحاكم البنك المركزي انه عم يجرب يروح على فرنسا يتفق هو والبنك الفرنسي للتدقيق. من ايمتى نحن بنمنع التدقيق بحسابات الدوله منا نحن كمواطنين ونسمح لبنك غربي مثل الفرنسي انه يدقق بحسابات البنك المركزي؟ شو هالكذبه الكبيره هذه؟